وبهذه المناسبة يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من مسقط سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان. نرحب بك سعادة السفير في نشرة الثالثة. بداية حدثنا سعادتك عن جهود السفارة وما قامت به والدور الذي قامت به خلال عملية التصويت هذا اليوم. الله مسيكم بالخير. طبعا استقبلت السفارة اليوم الناخبين من المواطنين المقيمين في سلطنة عمان الشقيقة وأيضا الزائرين للسلطنة لإدلاء بأصواتهم في هذا اليوم التاريخي في المسيرة الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه. طبعا يعني التصويت في هذا اليوم واجب وطني وفرصة للمشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال اختيار الناخبين ممثليهم بكل حرية ومسؤولية والنهوض بواجبهم الوطني خدمة للوطن ومسيرة الديمقراطية والحضارية. طبعا السفارة أكملت كافة الاستعدادات وتجهيزات لاستقبال الناخبين من كافة الجوانب الفنية والإدارية لتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب. فالسفارة قامت بتوفير المواصلات للطلبة الدارسين في الجامعات في سلطنة عمان الشقيقة وأيضا يعني قامت بتوفير لكافة التسهيلات للمواطنين اللي هم يصعب عليهم الوصول إلى مقر السفارة يعني يكون يعيشون في مناطق يعني بعيدة عن مسقط وبالتالي السفارة كانت توفر جميع هذه التسهيلات من أجل يعني نجاح العملية الانتخابية. كان هناك في إقبال كبير من المواطنين المقيمين في السلطنة من صباح هذا اليوم ويعني استخدمنا كثير من الناخبين من رجال ونساء وأيضا من طلبة في الجامعات وهذا دليل على وعي المواطن البحريني و وثقافته في تعزيز المسيرة الديمقراطية. نعم. فكان هناك نعم. يعني حماس كبير من المواطنين يعني المشاركة في هذا اليوم التاريخي الديمقراطي. نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك.